السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر محمد من قناة مستر روي. النهاردة إن شاء الله هنشرح كلام المنقول أو غير المباشر، وبالإنجليش اسمه reported speech. الأمر والطلب والاقتراح والنصيحة. يتكون فعل القول في الجملة الأمرية من أحد الأفعال الآتية، يبقى لازم نحفظ الأفعال دي ومعناها إيه. advice ينصح، ask يسأل، encourage يشجع، expect يتوقع، help يساعد، instruct يوجه أو يعلم، invite يدعو، order يأمر، teach يعلم، tell يخبر، want يريد، warn يحذر. مالهم الأفعال دول؟ بنربط بعدهم بتو أو not to، وتو معناها أن، not to معناها ألا، وبعدهم المصدر، يبقى to مصدره أو not to مصدره، يبقى to أن، يبقى to play مثلا أن ألعب، not to play ألا ألعب. ولا نجد علامات الاقتباس. ايه هي علامات الاقتباس؟ اللي هي دي شايفها. اذا كان فعل القول ماضيا، يعني لو كانت بدل ما advice او ask كانت في الماضي advised او asked او encouraged او expected، فنحول الازمنة من المضارع الى ماضي. يبقى امتى نحول الازمنة من المضارع الى ماضي؟ لو كان الفعل ده ماضي، لكن بعد to و not to فلا يوجد الا المصدر. ناخد امثله. هنا بقول لك ستوب توكينج، يعني توقف عن التحدث. يبقى المدرس اخبرنا الا نتوقف ولا ان نتوقف. ان، يبقى ان يعني تو، ونتوقف ستوب، يبقى تو ستوب. هنا لو انا كنت مكانك I would have a holiday and relax. يبقى امي عملت ايه؟ امي نصحتني to have a holiday، ان اخد اجازه and relax واسترخي. هنا don't waste time، لا تضيع الوقت. يبقى ابي نصحني الا اضيع الوقت. هنا علي شجع صديقه أن يذاكر ولا ألا يذاكر. أن، يبقى to study، ما تقولش to studying. لاحظ لكي تختار بين to و not to، بين to يعني أن و not to يعني ألا، يجب أن ترجع بالجملة إلى أصلها قبل التحويل. فهناك أفعال ممكن أن تحتار في الربط بعدها، لأن المعنى بالعربي يمكن أن يتماشى مع الجملة. مثل he warned his daughter، هو حذر ابنته. to walk in the dark alone، أن تمشي في الظلام لوحدها، ولا not to walk، ألا تمشي في الظلام لوحدها. فلربما تترجم وتقول هو حذر ابنته أن تمشي في الظلام وتختار to، وهذا خطأ، لأن أصل الجملة إما مثبت فنختار to أو منفي فنختار not to، وأصل الجملة هو don't walk. يعني أصل الجملة الراجل كان بيقول لبنته don't walk، لا تمشي، فبيكون الاختيار هنا not to. يبقى هنا مفروض نختار ايه؟ not to، يعني ألا تمشي في الظلام. يبقى هي بالعربي حذر ابنته أن تمشي، لكن أصل الجملة بالإنجليش مش معناها أنها تمشي، معناها ألا تمشي، وألا معناها not to. يبقى مش بالعربي هو اللي يمشي صح، الإنجليش هو اللي صح عشان أصله don't، فdon't تتحول ل not to. قبل ما تقبل بالصفحة ونكمل، اكتب معانا الكلمات دول في كومنت لو عارف معناهم. كلمة expect، الفعل expect معناه ايه؟ order معناه ايه؟ teach معناه ايه؟ expect، order، teach. بعد كده بيقول لك could او couldn't have past participle والتصريف التالت، او should have تصريف تالت و shouldn't have تصريف تالت. اول حاجة possibility in the past، possible يعني ممكن، يبقى possibility يعني الامكانية، الاستطاعة، واحتمالية، بس in the past يعني في الماضي. ناخد بقول لك could مصدر، استطاعت فعل شيء في الماضي. بيقول لك هنا our team could beat، يعني استطاع ان، could معناها استطاع ان، احفظها كويس، could استطاع ان. يبقى could beat استطاع ان يهزم the star team، فريق النجمة، last week الاسبوع الماضي. وللمقدرة في موقف معين نستخدم was able to او were able to او managed to. ترجم معايا، was able to يعني كان قادر على ان، و were able to يعني كانوا قادرين على ان، managed to يعني تمكن ان، وطبعا بعضهم مصدره زي المثال ده managed to beating ولا beat، لا beat. لكن امتى نستخدم could have والتصريف الثالث؟ بقول لك شيء كان ممكن حدوثه في الماضي، ده احتمال ضعيف، وتساوي might، يعني ممكن نقول could have التصريف الثالث او might have والتصريف الثالث، ومعناها يعني كان بالامكان. ترجم، يبقى احنا في الصفحة اللي فاتت قلنا could مصدر معناها استطاع ان يفعل، لكن could have في التصريف الثالث يعني كان باستطاعته ان يفعل. ناخد المثال he could have bought these eggs when he went out this morning، يعني هو كان بامكانه ان يشتري. could have تصريف ثالث، يبقى كان بالامكان ان يشتري these eggs. كمل الجملة. وبعد كده وتستخدم الحالة الثالثة من اف لتعبر عن شيء كان من المحتمل ان يحدث.
زي مثلا علي could have passed the exam، يعني علي اجتاز ولا استطاع ان يجتاز ولا كان باستطاعته، كان باستطاعته ان يجتاز if he had studied، لو كان ذاكر a bit more، قليلا اكثر. طيب could have والتصريف الثالث بيقول لك كان في مقدور الشخص ان يفعل شيء ولكن لم يفعل، وتستخدم للانتقاد احيانا. هي نفس الكلام لغايه دلوقتي، she could have bought a new phone but she didn't، يعني هي كان بامكانها ان تشتري موبايل جديد ولكن لم تفعل، وهكذا. نمبر 2 impossibility in the past، عدم الاستطاعه او عدم احتماليه حدوث شيء في الماضي. القاعده rule واليوسج الاستخدام. couldn't مصدر، احنا قلنا could مصدر يعني استطاع ان يفعل، لكن couldn't مصدر يعني لم يستطع ان يفعل. مثال I couldn't get the full mark، لم استطع ان احصل على الدرجه النهائيه او الكامله. طيب وبنفس المثال بالظبط couldn't have تصريف الثالث، يعني شيء لم يكن محتملا اصلا حدوثه في الماضي او كان مستحيل. زي you couldn't have seen دينا، انت لا يمكن تكون شفت دينا. يبقى couldn't have تصريف ثالث معناها لم يكن بالامكان. couldn't have تصريف ثالث لم يكن بالامكان، ركز معايا، couldn't لم يستطع، couldn't have تصريف ثالث لم يكن بالامكان. ولاحظ ان couldn't have تصريف ثالث هو نفس معنى الاستنتاج المنفي في الماضي، can't have والتصريف الثالث، can't have تصريف ثالث و couldn't have والتصريف الثالث زي بعض. بعد كده بيقول لك could للبريزنت، استخدام could في المضارع، احنا عارفين ان could معناها استطاع ان، يعني ماضي، ولكن بيقول لك ممكن نستخدم could مع البريزنت يعني مع المضارع، بس هنستخدمها في حالات معينه ومعروفه، الطلب المؤدب، الاقتراح اكثر من اقتراح او التوصيات. طلب مؤدب زي ايه؟ طلب مؤدب يعني ممكن تشتري لي 2 كيلو سكر. اقتراح زي يمكنك ان تذاكر او تدرس العلوم في الكليه، يمكنك ان تشتري سياره، ده كده بقترح عليك. يمكن ان تاتي معنا او تبقى في البيت، ده اكتر من اقتراح. يمكنك زياره القلعه انها مثيره او شيقه، دي كده توصيه او نصيحه. لاحظ ان ماست وought تو شود اقوى من كد الاقتراح والتوصيه والنصيحه. ماست يجب ان، وought تو يجب ان، وشود يجب ان، اقوى من كد الاقتراح والتوصيه والنصيحه. بعد كده بيقول لك should have تصريف ثالث و shouldn't have تصريف ثالث. احنا كلنا عارفين ان should بعدها المصدر معناها يجب ان، يبقى should play يجب ان تلعب، لكن لو قال لك should have وتصريف الثالث معناها كان يجب ان، و shouldn't have تصريف الثالث لم يكن يجب ان، وبديل should ought to يبقى should have تصريف ثالث هي ياها ought to have تصريف ثالث ومعناها كان يجب ان، او معناها يا ريتك او يا ريتني على حسب بقى. هي شود هاف ستاديد هو يا ريته ذاكر او كان يجب عليه ان يذاكر لكي يجتاز الامتحان. طب شود انت هاف تصريف الثالث زي مثلا شود انت هاف انسلتد هيم، انا لم يكن علي او لم يكن ينبغي علي انسلتد هيم يعني ان اشتمه او اهينه. صفحه 232 وبقول لك امبورتنت نوتس يعني ملاحظات هامه. كود هاف او كود وكود هاف فور اذر يوسجز، يعني other usages يعني استخدامات اخرى. القاعده بيقول لك could be و might be و may be، ودول الانفينيتيف اللي هو المصدر عندما نكون غير متاكدين. انا مش متاكد يعني ربما، ربما يعني ايه بالانجلش؟ يعني may be و might be و could be. طيب could be يعني ربما يكون، might be ربما يكون. طيب بعد كده بيقول لك can't have تصريف الثالث و couldn't have تصريف الثالث، ده استنتاج قوي فين؟ في الماضي، يعني لم يكن بالامكان. زي مثلا she can't have left، هي لا يمكن انها تكون غادرت المنزل حتى الان because her car، لان سيارتها is still outside، سيارتها ما زالت بالخارج، يبقى هي لا يمكن تكون غادرت. can't have تصريف ثالث او couldn't have التصريف الثالث، واضحه. طيب بعد كده عندك could have والتصريف الثالث و may have والتصريف الثالث و might have والتصريف الثالث. المتحدث غير متاكد مما اذا كان شيء ما قد حدث ام لا، حدث يعني الكلام فين؟ في الماضي. بقول لك the copier isn't working، لا تعمل، it might have run out of paper، ربما يكون نفذ ما لديها من paper يعني من ورق. she could have gone، هي كان بإمكانها أن تذهب إلى shops المحلات. I'm not sure يعني ربما تكون ذهبت، لأن I am not sure أنا مش متأكد. طيب بعد كده could مصدر، بقول لك بعد if only ووش للتعبير عن امنيه في المستقبل او مضارع وجواب شرط الحاله الثانيه بعد اف، يبقى اف بعدها ماضي بسيط وكود مصدر، اف ماضي كود، اف ماضي كود. طب ناخد المثال
I wish I could أو if only I could. يعني I wish أو if only يعني أتمنى. I wish يعني أتمنى و if only معناها لو فقط. wish هي شكلها مضارع أتمنى ولكن بتاخد الماضي مش كان بناخد could. I wish بعدها could he بعدها could عشان الكلام برضو if he weren't ill دي قاعدة if اللي هي if ماضي could أو would. بعد كده could have وتصريف التالت could have وتصريف التالت عارفين انها بتيجي مع الماضي التام past perfect ماضي التام اللي هو فاعل هاد والتصريف التالت past perfect فاعل هاد والتصريف التالت يبقى ما تلاقي اف بعدها فاعل هاد تصريف تالت يبقى تعرف ان هنا could have والتصريف التالت. ناخد مثال she wishes she could have come last طالما لقيت last مع wish تاخد ماضي تام على طول او could have تصريف تالت ادي wish ادي ماضي ناخد ماضي تام او could have والتصريف التالت ادي اف وماضي تام يبقى ناخد could have والتصريف التالت. طب couldn't يعني لم يستطع couldn't معناها لم يستطع اللي هو كان it was forbidden يعني كان ممنوع او against the law يعني ضد القانون. I couldn't park لم استطع ان اركن in عدلي ستريت في شارع عدلي as it wasn't allowed لان لم يكن مسموحا. صفحة 234 وبيقول لك should for advice should للنصيحة و should have for regret should have للندم. بيقول لك هنا should او ought to او had better بعدها المصدر وهنا should و ought to و have تصريف التالت. طبعا لو كلام لو بنصحك هقولك يجب عليك يبقى should او shouldn't لا يجب او ought to او had better لكن لو موضوع فيه ندم هتقول ايه should have وتصريف التالت يعني يا ريتني او يا ريتك او لم يكن ينبغي ان يبقى كده فيها ندم. مثال I shouldn't have wasted my time لم يكن ينبغي علي ان اضيع وقتي. عندك هنا should مصدر و ought to مصدر للتنبؤ. أسامة should arrive soon أسامة يجب أن يصل قريبا هو غادر المكتب الساعة 6. عند استخدام modal verbs في المبني للمجهول إذا كان بعدها المصدر نستخدم be والتصريف الثالث وإذا كان بعدها have نستخدم have been والتصريف الثالث. فناخد مثال the pyramids could be visited يعني يمكن أن يتم زيارتها could be والتصريف الثالث يبقى مبني للمجهول يبقى معناها يمكن أن يتم زيارتها tomorrow غدا we aren't sure نحن لسنا متأكدين. هنا the bills should have been paid يعني الفواتير يجب أن كان يجب أن يتم دفعها الفواتير كان يتم دفعها ولا كان يجب أن يتم دفعها كان يجب أن يتم دفعها يبقى should have been والتصريف الثالث should have بين بد يعني كان يجب ان يتم دفعها. نحل بقى بعض التمرين مع بعض صفحة 211 والسؤال بيقول I can't decide لا استطيع ان اقرر what to make ماذا افعل for dinner tonight مش عارف اعمل ايه النهاردة. You not meat or chicken with some soup يبقى you couldn't make ولا you could make يمكنك انك تعمل يا اما meat يا اما chicken عشان انا مش عارف مش قادر اقرر يبقى قدامك اي حاجة تختار يا ده يا ده. رقم 2 زي نقط to China a year ago خط تحت ago طالما كلام في الماضي يبقى لازم فعل ناقص وبعدها have والتصريف التالت. القاعدة بتاعت الاستنتاج بتاع النهاردة طالما الكلام في الماضي يبقى لازم حاجة have والتصريف التالت يبقى الكلام هنا في الماضي يبقى انا عايز have والتصريف التالت يبقى ما ينفعش لا بي ولا ينفع دي يبقى الاجابة يا اما couldn't have gone يا اما should have gone يبقى you couldn't have gone لم يكن بإمكانك الذهاب بسبب الكوفيد. رقم 3 فاطمة نقط فوند فوند دي تصريف ايه تالت يبقى قبلها برضو هاف يبقى انا عايز هاف في كله في هاف يبقى نكمل الجملة فاطمة نقط فون مي بيفور جوينج اوت قبل ذهب ات وات ديزايربل يعني دوت كان مرغوب يبقى فاطمة شود هاف فوند مي يعني كان يجب عليها ان تتصل بيا قبل الذهاب يعني دي حاجة كانت مأمولة منها. رقم 4 I was يبقى الكلام في الماضي I was sitting at the back of the theater أنا كنت جالس في خلف المسرح and not very well أنا كنت جالس في خلف المسرح أنا قاعد في الآخر طالما قاعد في الآخر يبقى أنا استطعت أن أرى أو أسمع ولا لم أستطع لم أستطع يبقى could hear أو couldn't hear لم أستطع couldn't hear يعني لم أستطع أن أسمع. رقم 5 she warned her طالما عندك warned ده الفعل اللي بيجي بعده يا اما تو يا اما نوت تو يبقى حذرت ابنتها ان تذهب ولا الا تذهب الا عشان اصلها كانت بتقول لها don't to go لا تذهبي فdon't قلنا بتتحول لنوت تو يبقى نوت تو جو الا تذهب. رقم 6 احمد the father والد احمد advised him نصحه نقط الباب الامامي في الليل يبقى يغلق يبقى كان بيقول له اغلق لوك يبقى هتبقى تو لوك يبقى نصحه أن يغلق. رقم 7
سمير was an excellent tennis player, كان لاعب تنس ممتاز. When he was younger, عندما كان أصغر في السن. He not anybody. هو إيه أي شخص؟ هو صغير كان ممتاز، يبقى هو إيه أي شخص؟ يهزم ولا استطاع أن يهزم؟ استطاع، يبقى could beat. رقم 8. He not much harder during the term. He wasted much time. هو ضيع وقت كتير، يبقى هو إيه؟ بيذكر بجدية، يبقى كان ينبغي عليه أنه ذاكر، كان ينبغي أن يبقى should have work. رقم 9. My brother، يعني أخي إيه للكامبريدج يونيفرسيتي، but he decided to study in Egypt. يبقى هو قرر أن يدرس في مصر، لكن كان بإمكانه أن يدرس في كامبريدج، يبقى could have gone to Cambridge، كان بإمكانه أن يذهب إلى جامعة كامبريدج. رقم 10. When you go to Paris، لما تروح لباريس next month، الشهر القادم، أنت إيه with my cousin، يبقى you could stay. أنا مقترح عليك إنك تبقى مع my cousin، ابن عمي، والاقتراح يبقى could. رقم 11. Sarah's mother، أم سارة، warned her، حذرتها إيه الفرن، تلمس ولا ألا تلمس؟ ألا، كانت بتقول لها don't touch، لا تلمسي، فdon't هتتحول ل not to. رقم 12. أنت إيه نفسك أمس، يبقى you ought to have behaved yourself، يعني كان ينبغي عليك أنك تهذب نفسك أمس، كان ينبغي عليك أنك، عشان بقولك هنا you didn't do it، لن تفعل شيء، ده اللي هو it اللي هو the right thing، اللي هو الشيء الصحيح، أنت ما عملتش كده، يبقى كان ينبغي عليك، كان ينبغي عليك يا إما should يا إما ought to، وبعدها have التصريف التالت. صفحة 235 ورقم 1. في الآخر خالص بقولك I regret، أنا ندمان. طالما ندمان قلنا استخدم should يا shouldn't، فعندك should وعندك shouldn't. أنا كنت كسول إن أعمل حاجة، فمعنى كده كان ينبغي علي إن أحجز، يبقى I should have booked the tickets، كان ينبغي علي إن أحجز. رقم 2. You not have shouted at your sister، you knew it would make her unhappy and it was the wrong thing، الحاجة دي كانت wrong، خطأ، يبقى لم يكن ينبغي عليك إنك تعمل كده، you shouldn't have shouted. رقم 3. You know the boat، انت ايه القارب، if you had been here، لو انت كنت هنا الساعة واحدة، but it's gone، هو ذهب دلوقتي، يبقى كان بإمكانك تلحق القارب، كان بإمكانك يعني could have caught the boat، كان بإمكانك تلحق القارب. رقم 4. You not have seen Hadi in the park this morning، we were in Cairo together، كنا في القاهرة مع بعض، يبقى انت ايه تشوف هادي في الحديقة الصباح ده، احنا اصلا كنا في القاهرة، يبقى لم يكن بامكانك، لم يكن بامكانك، يبقى couldn't have seen، انت لا يمكن تكون شفته، لان احنا كنا مع بعض في القاهرة. رقم 5. He not have asked me before he took my bike، I'm annoyed، انا منزعج او انا متضايق، يبقى هو ايه يطلب مني قبل ما ياخد درجتي، يبقى كان يجب عليه، كان يجب ولا لم يكن يجب، كان يجب، يبقى should have asked me، كان يجب ان يسألني او يطلب مني. رقم 6. He not have been a great doctor، he had the ability، هو كان لديه القدرة، but he didn't want to work، لكن هو لم يريد ان يعمل، يبقى he could have been a great doctor، هو كان بامكانه ان يصبح دكتور عظيم او رائع، يبقى كان بإمكانه، يبقى could have been، كان بإمكانه أن يكون، لأن كان لديه، لكن هو لم يرد أن يعمل. رقم 7. علي not have forgotten، علي can't have forgotten about the meeting، I told him this morning، أنا أخبرته هذا الصباح، يبقى علي لم يكن من الممكن أنه يكون نسى، لا يمكن يكون نسى، ما ينفعش أقول must have forgotten من المؤكد أنه نسى، لأن أنا أخبرته الصباح، يبقى أكيد مش هيلحق ينسى. رقم 8. I'm not more quickly، أنا إيه بسرعة أكتر، if my suitcase، لو حقيبتي، hadn't been heavy، لم تكن ثقيلة، يبقى I could have walked more quickly، أنا كان بإمكاني أن أمشي أسرع لو حقيبتي ما كانتش تقيلة. رقم 9. You shouldn't have been rude to him، أنت لم يكن ينبغي عليك أنك تكون وقح معه، he did nothing wrong، هو لم يفعل شيء خاطئ. رقم 10. We not have donated some money، نتبرع ببعض المال، to the poor، للفقراء، it was the right thing، الحاجة دي كانت صح to do، إنها فعلها، but لكن we didn't do it، لم نفعلها، إحنا ما فعلناهاش، يبقى إيه نتبرع، لم يكن ينبغي علينا ولا كان ينبغي، كان ينبغي علينا، يبقى ought to أو should. رقم 11. He not a lawyer، هو إيه محامي، but he didn't and lost the case، وفقد القضية، يبقى he could have consulted a lawyer، يعني كان بإمكانه أن يستشير محامي، كان بإمكانه لكنه لم يفعل ولذلك خسر، يبقى كان بإمكانه أن يستشير، could have consulted. رقم 12. she's late، هي متأخرة، should not have taken the wrong road، يبقى ربما تكون أخذت الطريق الخاطئ، ربما may أو might. 13.
I not have eaten so much chocolate. I feel sick. أشعر بالتعب. يبقى يا ريتني كلت شوكولاتة كتير ولا لم يكن ينبغي عليا. لم يكن ينبغي عليا يبقى shouldn't. 14. They not smoke there. They weren't allowed. لم يكن مسموح لهم. يبقى هم إيه يدخنوا؟ كان بإمكانهم ولا لم يكن أصلا بإمكانهم؟ لم يستطيعوا. لم يستطيعوا يبقى couldn't smoke. 15. He not have been more tolerant. متسامح أكتر. Everyone was angry with him. كل شخص كان غاضب منه. يبقى هو ايه اكثر سماحة؟ يبقى كان ينبغي عليه. كان ينبغي عليه يبقى should have been ان يكون او ought to have been يعني كان ينبغي عليه ان يكون. رقم 16. We were totally free. كنا فاضيين على الاخر او تماما. We could do what we wanted. كان بامكاننا ان نفعل او استطعنا ان نفعل ما نريده. صفحة 236 وادي قدامك التمارين محلولة. اعمل لها سكرين شوت وحلها مع نفسك، واللي واقف عليه اي استفسار يكتبه في كومنت وهرد عليكم ان شاء الله. اتمنى تكونوا استفدتم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.